ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. بعد التحية دكتور إكرام، جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية وما زالت تقوم بها الدولة المصرية حتى الآن من أجل مساعدة وإيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، كيف ترى هذه الجهود منذ بداية الأزمة وحتى الآن؟ أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا مصر من أكثر الدول اهتماما وانشغالا بالقضية الفلسطينية ومنذ نشأتها في عام 1948 وحتى الآن، وسواء كان ذلك في وقت الحرب أو في وقت السلم. الأزمة الأخيرة في غزة مصر اهتمت بها اهتمام شديد ومكثف، سواء على مستوى القيادة المصرية أو على مستوى المؤسسات المصرية. بذلت مصر جهودها على مستويات متعددة، سواء على المستوى الدبلوماسي وخصوصا دبلوماسية القمة من خلال التواصل مع قادة وزعماء العالم، وعلى المستوى الإنساني وإدخال المساعدات الإنسانية سواء من مصر أو من دول أخرى، مساعدات يتم تلميحها في مصر وتدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، أو أيضا علاج المرضى والمصابين في المستشفيات المصرية. نعم. على المستوى السياسي أيضا مصر دعت إلى نزع جذور الأزمة والقضاء على مسبباتها من خلال إيجاد حل سياسي. ثم كانت هناك أيضا مقترحات ومبادرات مصرية مؤخرا بتتضمن العمل على إيقاف الاقتتال في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا رفض مصر المطلق والتام لفكرة التهجير. على ذكر هذه النقطة تحديدا دكتور إكرام، أهمية هذا الرفض التام والمطلق وموقف القيادة السياسية من هذا الرفض التام لعدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في الوقت الراهن، أهميته في الوقت الراهن؟ طبعا ده أمر شديد الأهمية وعبرت عنه القيادة السياسية المصرية أكثر من مرة، سواء في مباحثات مع قادة وزعماء الدول أو أيضا من خلال التصريحات الرسمية المصرية، لأن التهجير معناه وخصوصا التهجير القسري اللي كانت بتقوم به إسرائيل معناه إنهاء القضية الفلسطينية، وهذا ما ترفضه مصر في المطلق. مصر ترفض إنهاء القضية وتصفية القضية الفلسطينية بهذا الشكل. والموقف المصري أيضا كان له دور الحقيقة في التأثير على مستوى دول العالم المختلفة، ووجدنا أن عديد من الدول التي كانت تؤيد إسرائيل على طول الخط وربما كانت تؤيد المخطط الإسرائيلي تراجعت عن ذلك، وأيضا بدأت ترفض فكرة التهجير للفلسطينيين وما يعنيه ذلك من إنهاء القضية الفلسطينية. إذن مصر في جميع الأحوال كانت تستهدف تحقيق المصلحة الفلسطينية وبالتالي تحقيق المصلحة العربية والحفاظ على الأمن القومي العربي. ومن هنا كانت أيضا المقترحات التي طرحتها مصر من أجل العمل على إيقاف القتال، من أجل الوصول إلى هدنة دائمة. فعلا في الفترة السابقة تم التوصل إلى هدنة يمكن استمرت لمدة أسبوع ثم انتهكتها إسرائيل. إذا مصر بتواصل جهودها المكثفة من العمل على إيقاف هذا العدوان الوحشي على الأشقاء الفلسطينيين والوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف.